إسرائيل وحزب الله من الأقوى؟ 5 أشهر على المواجهات الحدودية، فماذا أظهرت؟ هنا في سماء جنوب لبنان تحلق الهرمس 900 والهيرون تي بي على ارتفاع كبير، لكنهما تتبعان هدفهما بدقة. كان لهما الدور الأكبر في إسقاط أكثر من 210 من عناصر حزب الله حتى الآن. الهرمس 900 والهيرون تي بي طبعتا هذه المواجهات لأنهما لم تكونا موجودتين في حرب تموز 2006. هناك أيضا التطور التقني متمثل في تتبع الهواتف الذكية، لكن إسرائيل لم تستغني عن العنصر البشري لتنفيذ اغتيالات دقيقة. العملاء في المقابل، حزب الله يقول قياديوه إنه لم يكشف عن أكثر من 10% من قوته. من الواضح أن المسيرات سلاحه الجديد، استخبارية ومسلحة وانقضاضية. الصواريخ باتت ثقيلة جداً مثل بركان، موجهة مثل فلق واحد. وصاروخ الألماس ليس لأنه يلمع، بل لأنه موجه بكاميرا يستطلع، يصور، يرسل المادة ويفجر. ليس السلاح ما ينقص، استخدامه كبد الطرفين أسماناً باهظة. السؤال إذن، من؟ حزب الله أو إسرائيل سيدفع الثمن الأكبر لدى إقرار التسويات؟